أقر مجلس الوزراء في جلسته التي استمرت على مدى أكثر من 7 ساعات سلسلة الرتب والرواتب وأحالها إلى مجلس النواب، إلا أن اللافت أن السلسلة أحيلت بمشروع قانون عادي وليس بصفة المعجل كما طالبت هيئة تنسيق نقابية، وبلغت أرقامها السنوية نحو 1300 مليار ليرة، كما أقر المجلس 19 مصدرا لتمويلها. بعد إقرار الإصلاحات والإيرادات التي ذكرت، جرى نقاش السلسلة حيث تمت الموافقة على إقرار مشروع القانون المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي البلديات وفي اتحادات البلديات وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأعطاء زيادة غلاء المعيشة وفقا لتوصية اللجنة الوزارية مع تخفيض يعادل 5% من قيمة فرق الزيادة المستحقة على الراتب دون زيادة غلاء المعيشة. وتم استثناء رواتب الرؤساء الوزراء والنواب من الزيادات المقررة. اعترض على التخفيض الذي لحق بالسلسلة الوزراء قولة فتوش، حسين الحاج حسن، علي قانصو، محمد فنيش، علي حسن خليل، وعدنان منصور. أيضا اعترض الوزير بانوس منوجيان على عدم زيادة رواتب الرؤساء والنواب والوزراء. اعترض وزير المال محمد الصفدي على كلفة السلسلة، على حجمها، وعلى عدم إنصاف موظفي الإدارة العامة. رأى عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب في تصريح لصحيفة السفير أن مجرد إحالة سلسلة الرتب والرواتب هو إنجاز نقابي نوعي، معتبرا أن الإحالة بغير صفة المعجل مؤشر سلبي. ولفت غريب إلى أن جولة الإحالة انتهت إلى هذا الإنجاز، وبدأت معركة الجولة الثانية والتي ستكون أشد حول الإصلاحات الجدية وليس تلك التي أقروها ولا تمت بصلة إلى الإصلاح.